القصف المستمر والمجازر اليومية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والصالح الانقلابية بحق المدنيين من أبناء مدينة تعز، والمحاولات المستمرة من أجل إعادة حصار هذه المدينة بعد أن فك جزئيا عنها من الجهة الغربية، هو ما جعل هؤلاء يخرجون بمسيرات تطالب الحكومة بسرعة تنفيذ وعود التحرير. لماذا تعز؟ لماذا هذا الخذلان لتعز؟ تعز اليوم يقتل أبنائها، شبابها، أطفالها، نسائها، لماذا الخذلان؟ تعز انتصرت لليمن، تعز انتصرت للدولة، تعز انتصرت للشرعية، تعز انتصرت للحوار، واليوم تعز تخذل من كل الأطراف. معارك الأمس في الجبهة الغربية للمدينة ونقص الإمكانيات المطلوبة لحسم المعركة ومجزرة الميليشيات بحق الإعلاميين الذين يعملون ليل نهار من أجل إيصال الحقيقة، كانت سبباً أيضاً لخروج هؤلاء الذين أرادوا إيصال رسالتهم عبر مسيرتهم هذه. خرج اليوم شباب تعز إلى شارع جمال للتعبير عما يجري من تخاذل من قبل الحكومة في الرياض من إرسالها قوات الجيش الوطني وإيقاف الدعم العسكري لهذه المحافظة. نحن هنا شباب تعز نرسل رسالتنا إلى هذه الحكومة أن تعز مدينة يمنية تحتاج إلى الدعم. بدت الرسالة واضحة إذن، فخروج هؤلاء الشباب في ظل الوضع الصعب الذي يعيشونه غير آبهين بالقصف العشوائي الذي قد يطالهم في أي لحظة لا يجعل الحكومة اليمنية سبيلا للتبرير سوى تنفيذ الوعود. فيما لا تزال الميليشيات الانقلابية ترتكب المجازر بحق أبناء هذه المدينة، خرج هؤلاء منددين بالصمت الذي يتعرضون له من قبل الحكومة اليمنية إذا ما يتعرضون له. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.